Assalamu alaikum. Inshallah, just one announcement tonight. Wanted to bring everybody's attention. Inshallah, the MIC construction fundraiser is going to be May 1st, 2021, inshallah. We just want you to save the date. Inshallah, further details will be coming. We sent out all the information, but just make sure to save that date. It's Saturday, May 1st. Inshallah, is the MIC construction fundraiser. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة القيامة أثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. For those that are following along, I'm sorry I didn't tell you which verses we were reciting from, but right now we're starting from verse number 103 from Surah Al-A'raf, inshallah ta'ala. Verse 103. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى says in verse 204 of سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون When the Quran is recited, then
listen, pay attention and listen. وَأَنصِتُوا, and be quiet with the intention of listening. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, so that you may receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, or you may receive the mercy of this book. Now, there are very, interesting words here that are mentioned. Both are very close in meaning, but they don't mean the same exact thing. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, when the Qur'an is recited, and it doesn't specify in the ayah where and when or how, right? فَاسْتَمِعُوا لَهُ, then listen to it. Now we know that istima' is to listen. But you could listen to something while not fully paying attention or while being distracted with something else, right? Or you can even engage in a conversation with someone, talk to someone, and you're listening to what they're saying, but you're talking at the same time. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَنصِتُوا, not only should you listen to the Qur'an, but you should do what is known as insat. Insat is, they said, السُكُوتُ لِلِاسْتِمَاعِ. It is to be quiet and to focus with the attention of listening. Right? So when I say this person ansata li, this individual was doing insat, that means this person was, paying attention attentively, listening to me quietly, without talking, without being distracted with anything else. Right? So now, this is an ayah, this is a classical example, actually, of how understanding or knowing the story behind this particular verse can actually help us, benefit us, to better understand it. So why and when was this ayah revealed? Now there are multiple narrations, and it seems that all of them, or most of them, let me say, are relevant to this ayah, and that they all apply. It is said that when the Qur'an, or when the Prophet ﷺ started leading jama'ah in Medina first, when they prayed together, that some people used to actually recite behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They're listening to the Qur'an, they're excited about it, they're repeating. And this is very, unfortunately, still common until this day. In spite of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala said, don't do this, per this verse, it's still happening until this day, right? You hear it sometimes, the imam is reading, especially if it's someone that you enjoy their qira'ah, you find yourself, or we find some people, reciting after the imam. With the imam, especially if it's their favorite surah, right? Like for instance, Ar-Rahman is recited, and then you hear people saying, فَبِأَيَّ أَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ, with the imam. They're either humming it or they're repeating it. فَنُوهُ عَنْ ذَلِكَ, so they were forbidden from doing that. And it said in some narrations that it used to, or it distracted the Prophet sallallahu alayhi wasallam. In another narration, it says that it was a young man from Al-Ansar who used to love to pray behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he very often, this is an opportunity for him to mimic the recitation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he would repeat after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when this ayah was revealed, they were told not to do this anymore. In other narrations, it says that it's actually addressing people who used to talk during salah. You see, in the early days, They did not realize that salah is a very special thing, and they're learning. The Sahaba radiallahu anhu were learning, and we know the story of a companion who basically heard someone sneeze, and he said, Yarhamukallah, and they kept telling him, to be quiet, and he's like, what? And so he was talking in the salah. He's like, what did I do? Why are you staring at me? He was like talking to them. It said in some narrations that sometimes some people in the beginning used to come in the middle of the salah, and they would say, which rak'ah is it? Expecting someone to respond to them. فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ, this ayah was revealed to address all of these issues. Not to talk, right, while the Qur'an is being recited, especially in salah. So when you hear وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, this refers to the Qur'an that is being recited in salah. Now, there is a very important principle in
تفسير. The principle is known as العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. That we should take into consideration, right, the general implication of the text and not necessarily the specific story behind it. So by extension, this applies to the Quran being recited around you. So when the Quran is being recited around you, you are supposed to actually pay attention and listen to it. And that is why I personally, you know, find it, I'm very uncomfortable, though again, there are scholars who say it's permissible, when people use the Quran as a background noise. You know, in the background, you're doing something and you just have it as a background noise. It's not appropriate because when the Quran is recited, you're supposed to what? Listen to it and pay attention, right? Now, if you can multitask, you're doing something, but you're actually listening, paying attention, no problem. But if you're talking, if you're on the phone, if you're in a meeting, if you're entertaining a client, or if you're dealing with a patient, I don't think it's appropriate to do that because you're supposed to not talk while Allah subhanahu wa ta'ala's words are being recited to you. Now, there's also one more issue, and I'm not sure if we have time to address it. It's a fiqh issue regarding al-Fatiha. When the imam is reciting al-Fatiha, this is the evidence used by the scholars who say that when the imam is reciting al-Fatiha, you're supposed to what? Listen to it, right? And if you have a chance to read it on your own after the imam finishes, and that's why the Shafi'iyya, for instance, they came up with this solution, which in and of itself is problematic, which is a silence. Like the imam will be like silent for some time to allow people to recite al-Fatiha before he begins reciting what? Another surah. Right? So what do you do? If you have a chance to recite it on your own, that's fine. But you're not supposed to recite it with the imam, and you're supposed to listen. And if you don't recite it, you listening to the imam will count as if you have recited it. Is that clear? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Stuffy here. It's cold outside and it's stuffy in here. Right? They have the AC off. Allah. Still. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون
فأتوا على قومي يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات الطيبة السلام عليك يا نبي السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس رب